جبريل ما لامس شيئا إلا أبدى فيه الحياة، ولذلك المسيح كان يحيي الموتى ويخرج الموتى، يخرجهم من قبورهم أحياء الله، ويحييهم قبل ما يندفنوا الله كويس، وينفخ في الطين فيصير طيرا طائرا. كانوا يمشوا وراه، بعد مدة ما يلاقوا الطير مات يعرفوا فرق الحياة من حياة الباري جل جلاله، يعني خلق الإنسان أطول. المهم فهنا جبريل لما الفرس داس على الرمل وهو احتفظ بشوية التراب دول يحذفهم في العجل لما صنعه. فالعجل صنع له خوار صوت بقر، هو أصله كله جاي من حرام، لأن دي ذهب كانوا خذوه من نسوان المصريات ليلة الخروج استعار، يعني سرقة استعار أي، قالوا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني من زينة نساء القوم اللي هم المصريين يعني، فقذفناها فكذلك ألقى السامري. لما صنع حلفون الذهب صنع منه عجل وحط فيه شوية التراب دول فسمع له أخوار، قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي أن يقول لكم هذا الكلام. فلما جاء سيدنا موسى غضبان بقى لأن ربنا أخبر ما فيش بعد كلام الله كلام، قالوا فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال شوقي رحمه الله إذا رشد المعلم كان موسى وإنه ظل كان السامرية. الله الأثر هنا مولانا أثر نور سيدنا جبريل، لا سيدنا جبريل ربنا قال فيه على فرعون قال فأتبعوهم المشركين، كانت إشراق جبريل ولا وقت الشروق. أيوة فطبعا فيه إشراقة منه لأنه ملك هو نور من نور يعني النور، إنما الفرق الحافر الحافر فرق هو حيمسك النور الزاب هو مسك الرمل من حصان سيدنا جبريل. فلما حصل كده رجع سيدنا موسى ورجع سيدنا موسى إلى قومه غضبان أسفا. هذا كمان الحافر فرس سيدنا جبريل مش من سيدنا جبريل، شوف حتى الباكر سيدنا جبريل امتدت للدابة.